طيب ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو مخرج إيش؟ اللام. اللام واللام أدناها لمنتهاها، مو هيك قال الإمام الجزري؟ واللام أدناها لمنتهاها. قال سيبويه عن اللام فويق الضاحك، هذا الضرس شايفينه؟ شو اسمه؟ الضاحك. والنابي فويق الضاحك، هي عبارة سيبويه، فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية. الرباعية بتخفيف الياء، مو الرباعية، الرباعية، ماشي؟ فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية، وبالمقابل الطرف الثاني فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية. انتبهنا؟ هذه اللام كل الناس بنطقوها صحي، ما بعرف حدا بيغلط فيها. انتبهنا كيف؟ إلا بعض المتقعرين من درسوا تجويد لوحدهم هيك، مرة شفت واحد عم يقول شو عم تعمل؟ قال هي صفة الانحراف. قلت له ايه شلون يعني؟ قال مو ابن الجزري قال انحراف، قلت له ايه؟ قال قلت له يعني واحد بده ياخذ خده هيك على جنب؟ بعمرك شفت حدا بيعمل هيك؟ يعني هذا الحرف اللام يعني سر من الاسرار. ملايين البشر بتقول اللالولي، ما بيقولوا اللالولي. ها شو عم تعمل يا اخي؟ اتق الله يا اخي، العلم لا يؤخذ من الكتب، العبارات الائمه هذه معينه، معينه وموضحه وشارحه، لكن العلم يؤخذ من العلماء، ما حدا من القراء لقنا هذا اللي عم تعمله انت. انتبهنا؟ يعني بدنا ننتبه دائما، الله يرضى عليكم. لذلك قالوا لا تأخذ القرآن، لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. نعم. قولوا. طيب واللام أدناها لمنتهاها، شوف الصورة اللي بعدها، شايفين المنطقة الصفراء؟ هذه المنطقة هي التي تلامس، هذه أدنى الحافة وهذه منتهاها بالنسبة لللسان، وهذا المكان الذي تنطبق عليه من غار الحنك. حيز اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. طيب طالما هذه المنطقة يقرع فيها المخرج غار الحنك، معناته الصوت منين عم يمر؟ مين قال من الجنبين؟ الله يرضى عليك. تمام، انتبهنا؟ من اليمين ومن اليسار. هذا الانحراف، الانحراف انحراف الصوت مو انحراف اللسان ولحم الخد. انتبهنا؟ الصوت، شوف ولا شوف الصورة هي، لاحظ هون، شايف؟ من هذه المنطقة مسدودة، مسدودة لأنه اللسان ايش؟ سادي. الصوت شو عم يعمل؟ بعضه عم يروح عن اليمين وبعضه عم يروح عن اليسار، عم يتوزع. هذا هو الانحراف، انحراف الصوت. انتبهنا اخواني؟ وسيأتي مزيد من هذا الكلام لما نتكلم على صفة الانحراف. اذا اللام امرها سهل، من ادنى حافة اللسان الى منتهاها من الطرفين، فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية. لا لو لي. طيب الصورة هذه شرحناها، الصورة هذه تبين الفرق بين اللام المفخمة واللام المرققة. لاحظوا بارك الله فيكم، قولوا مثلي. لا من الله، نفس المخرج لكن الفرق أقصى اللسان، والفرق هو ذلك التقعر لوسط اللسان. انظر طرف اللسان هنا في المرققة وطرفه في المفخمة واحد، لكن المفخمة شايفين شو فيها؟ وهنا ما في. أمر ثاني، انظر إلى لسان المزمار كيف قد رجع إلى الوراء وتضيق المكان، بينما هنا
لاحظ كم هو أعرض من هذه. وضح إخواني؟ وضح الله يسلمكم. لما بتقول لسان المزمار ما برجع لورا، لكن لما بتقول من الله، من الله، الله لا إله إلا أو أو أو، لسان المزمار راجع وصار في تضيق. انتبهنا؟ هذا حأشرح لكم إياه إن شاء الله لما بتكلم عن التفخيم، كيف إنه التضيق هاد ماذا يفعل هنا، التضيق اللي هنا ماذا يفعل هنا، سنشرحها إذا ربي أحيانا لما بنصل لمين، لمبحث التفخيم والترقيق في صفات الحروف بإذن الله تعالى. هذا هو موضوع اللام من حيث المكان، حيث المخرج. طيب النون، النون الله يسلمكم، قولوا مثلي بعد إذنكم، أن أن نا نو ني. طيب مما تتكون النون؟ تتكون من عملين مجموعهما يشكل حرف النون. العمل الأول لساني، وهو أن طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من غار الحنك. والعمل الثاني غنة من فين؟ من الخيشوم. مجموع هذين العملين شو بيشكل؟ حرف النون. إذن مخرج النون من طرف اللسان كما نرى على اللوحة مع ما يحاذيه من اللثة. الصواب أن يقال لثة أيها الإخوة، ها؟ نحن بالعامي متعودين نقول اللثة، مو اللثة ولا اللثة، اللثة بلام مشددة مكسورة بعدها ثاء مفتوحة غير مشددة مخففة، يعني اللثة. من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة تحت مخرج اللام بقليل ويصاحبها ايه؟ غنة من الخيشوم. واضح؟ أن أن نعم. طيب انظروا، سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل. مو قلنا النون جزء لساني وجزء خيشومي؟ الجزء اللساني سماه علماء اللغة النصف الايه؟ المكمل، المكمل بوزن مفعل، وهو هاد شايفينه؟ يبدأ من فين؟ من الوترين، وينتهي فين؟ خلف اللسان. هلا قول لشوف، من الجنة، قول طيب لما الصوت وصل لوراء اللسان بيحسن يكمل؟ ما بيحسن يكمل، لأنه الطريق أمامه إيه؟ مغلق. منين بيكمل؟ من الخيشوم. واضح؟ إذن النصف اللساني مكمل ولا مكمل؟ مكمل. لاحظ اللوحة، شوف شو حيصير هلأ. وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. لاحظ كمان هو أصله من هنا، ولكن طلع هالمرة عن طريق مين؟ عن طريق الخيشوم. لاحظ بأنه المجرى تبعه مفتوح، لذلك الأسهم الزرقاء وصلت لفين؟ للخارج. بينما بالنسبة للطرف اللساني انتهت الأسهم وراء مين؟ وراء اللسان. واضح يا أخواننا؟ وسنعود إلى هذا الحرف بمزيد تفصيل عند الحروف البينية. الراء، أر، من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من النون. أر، انظر إلى هذه الصورة، هذه صورة أمامية، صورة أمامية. لما يقول المتكلم أر أر، شايفين هنا اللسان الله يسلمكم يتقعر هكذا، يتقعر، ولما يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يبقى في الوسط فجوة يمر منها صوت ضئيل. شو يمر منها؟
صوت ضئيل، لولا هذه الفجوة لانقفل المخرج وصارت الراء شديدة، ولولا هذه الفجوة لارتعد اللسان وصار التكرير المنهي عنه، وأخفي تكريرا إذا تشدد هذا التكرير المنهي عنه. ما الذي يحمي الراء من التكرير؟ هذه الفجوة. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان، كفروا، ريح. شايفين مفتوحة مضمومة مكسورة مشددة، هذه الفجوة لا بد منها، ولولاها لانغلق المخرج ولا تحولت الراء إلى حرف إيه؟ شديد. واضح؟ كما فعلنا في اللام مقارنة بين اللام المفخمة والمرققة، هنا أيضا نفعل مقارنة بين الراء المفخمة والمرققة، فنلاحظ بأن طرف اللسان فيهما واحد، لكن الراء المفخمة فيها هذا التقعر، شايفينه؟ بخلاف المرققة ما فيها تقعر. ثم أيضا لسان المزمار يرجع في الراء المفخمة فيحدث تضيق في الحلق، بخلاف مين؟ بخلاف المرققة. لما بتقول أنت ري ري ما في تضيق ولا في تفخيم، بخلاف را را. انتبهنا كيف؟ الطاء